انا هقول لك بالاسم بقى. قولي. الاستاذه الهام شاهين وقفت لك التصوير صح؟ وقفت لي ايه؟ التصوير بتاع الحلقه. لا لا، معلومات مغلوطه خالص، مفيش. حلقه ايه؟ في برنامج لماذا؟ دي بنرجع على موضوع السوء التعبير اللي كان بين اللبناني مشكلتي. اه مشكلتك طبعا. يعني اختلاف اللهجات. انت داخل بلد انت مش عارف يعني فيها حاجه وتدرسها المفروض الاول. ده انت توني خليفه. حدرس القاموس المفردات. انا مش عرفت طبيعي. انا في يقول في يقول العباره. انت شغلتك انك في تتكلم. في يقول العباره على الهوا ولا ما فيش اقولها؟ في شغلتك انك تتكلم. في يقول العباره على الهوا ولا ما اقولهاش؟ اي عباره اللي قلتها الالهام شاهين هي لائقه ولا غير لائقه؟ عندنا لائقه جدا، عندكم طلعت مش لائقه. وعندنا غير لائقه يبقى ما تقولهاش. بعدين عرفت انها غير لائقه. انا مش عرفني. هو اسم باللغه الفصحى. لا 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 لا، هو لا اسم عربي. لا يمكن. ما هو اسم عربي. ايوه لبنان عادي. احنا في مصر مش عادي. مش في لبنان، في الامه العربيه كلها عادي. يعني عندما نعرف اللي انت عامل له البرنامج مش عادي. بتكابر ليه يا توني؟ مش بكابر، انا بتكلم لغه عربي. وانا مش عرفني. يلا انه يا في بلد. يلا مين اللي على؟ نعم، هي بتقولي توقفت لي التصوير عشان يعرفوا ليه. فانا قلت يعني انت ما قلتلهاش حقك عليا يا ست الهام. طبعا لما عرفت. طيب لما عرفت خلق. الكلمه شو هي؟ يبقى انا صح. لا مش انت صح. انا مش عرفني يا جماعه. بصوا يا جماعه، اصطفلوا مع توني خليفه. طب انت بتتدخلي ليه؟ ما انت قلتي لي مش هتدخل. خلاص سيبيني مع العرافين. ما بقدرش. سيبيني مع العرافين. جيبوا لها قهوه، خدوها حاجه تعمل قهوه كده وتريق. بشرب شاي. اشربي شاي. تشرب شاي؟ لا شكرا، انا بشرب ماي.